السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اتحاد النهارده شيفتشينكو نجم الغلاب. التحدي تقريبا يا شباب واخد 98% تقييم، يعني تحدي كويس جدا 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 جدا. لاعب خرافي جدا، طوله 183 سم، يعني طويل كويس، ممكن يتزاحم مع المدافعين الاقوياء، وعنده حركة المهارة والقدم ضعيفة كويسين. حركة المهارة 5 والقدم ضعيفة بتاعته 4. بيلعب في مركزين ST والسي ال. عنده بقى السرعة بتاعته 96 والتسديد 96، دي أحسن حاجة فيه التسديد والسرعة. التمرير 94 والمراوغ 96، حاجة قوية جدا جدا. البدن عنده 92، حاجتين كويسين فيه، تسديد بارع وكمان مراوغ، يعني حتى ممكن يعمل لك مراوغه داخل المنطقه وكمان تسديد من بره، يعني يقدر يعني يشوط لك من بره 18 كور كويسه جدا. حد عايز 6 لاعبين تقدر تعمل بيهم التحدي. اول تحدي مع بعض هيكلف حوالي 2000 كوين، وادي اللعيبه اللي ممكن تروح في التحدي الاولاني. صراحه تحدي قوي جدا وسهل جدا، وكمان يعتبر من تحديات الناس كتير منتظراها، عشان لان فعلا اللعيبه الموجوده حاليا غاليه جدا جدا. بالنسبه للاعب نزل شيفتشينكو، التحدي التاني بتاعه كلف 3000 كوين، برضو مش غالي، برضو يعني متناول الجميع، واكيد موجود عندك لعيبه نادر فضي موجود في الفريق. وكمان هيدي لك 5 مباريات لو هتلعب بلاعب معار عشان تجرب اللاعب، ولو جربته ولقيته كويس اعمل اللاعب، ما لقيتوش كويس اسحب اللاعب. ده هيكلف حوالي 4000 كوين، وادي اللعيبه اللي ممكن تروح في التحدي. هو عايز بس يعني 11 لاعب فضي بس، مش فضي نادر، يعني لو حتى من النادي ممكن تخلص بهم التحدي ده وتجرب اللاعب. ظبط معاك اوكي، ما ظبطش اسحب على اللاعب عادي جدا، وانت جرب اللاعب الاول قبل ما تشتري. التحدي اللي بعد كده هيكلف 25000 كوين، التحدي الرابع، عايز واحد من ميلان والتقييم 84. ادي اللعيبه اللي ممكن تروح في التحدي ده، نسيب لك اسعار اللاعبين فوق كل لاعب بحيث ان انت ما يندهكش عليك في السوق الماركت، يعني او تشتري لاعب يكون اغلى بكتير. واحد يقول لي الاسعار دي مش موجوده، لا الاسعار دي موجوده جدا، موجوده عادي جدا. التحدي الخامس هيكلف 35000 كوين، عايز واحد من الدوري الايطالي والتقييم الاجمالي للفريق 85. شباب اللاعب اسطوره، يعني لو انت تفتكروا شفتون كان زمان هتقول لك اه لاعب فعلا اسطوره بكل المقاييس. التحدي السادس بتاعك كلف 65000 كوين، عايز لاعب تاتس او لاعب اسبوع، والتقييم الاجمالي بتاعه 86، هيكلف حوالي 65000 كوين. زي ما قلت لك الاسعار دي حقيقيه جدا جدا، بس امتى بقى اشتري الاوقات دي؟ يعني بعد ساعتين. طالما انت وصلت المرحله دي في الفيديو اكيد الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك. السلام عليكم.